في السنوات الماضية بدأت الصناعة الليبية مش في التنافس الكبير، لكن بشوي شوي السوق بدأت تمتح نظرا لارتفاع الأسعار، وحتى الاستيراد من برا قل من صعوبة الدولار، فبدوا في شركات هلبة تنافس، وفيها زي في السلع التموينية وفي العصائر، والحقيقة أن فيها السوق بدأ بشوي شوي يكبر في ليبيا. شنو الدعم اللي ناقص الشركات المحلية باش تنافس سواء دول الجوار؟ أنتم تصنعوا في الكسكسي، نفهم السنوات ربما الكسكسي التونسي هو يعني الرائج في السوق الليبي، شنو ناقصكم كشركات محلية من دعم؟ هو أي شيء استثمار لازم يبي استقرار سياسي واستقرار أمني باش المستثمر يقدر يضخ فلوس في السوق الليبي، والحقيقة السنوات الأخيرة اثنين في استقرار، ولا ففي هلبة شركات ورصد أموال بدو يضخوا فلوس باش يواكبوا ويغطوا السوق. حمزة أبو فايد معك من شركة أجواد الدولية، أحد المشاركين في المعرض الغذاء الثاني، والحقيقة المعرض كان بسم الله ما شاء الله وافدين هلبة من شركات وتعاملات وصفقات الحمد لله، وكنا احنا من الناس اللي من الأوائل اللي في المعرض، وقمنا بواجبات تقليدية لأن احنا نخدمه في شاهي خاص بنا، احنا عندنا قريب 12 أو 13 نوع من الشاهي، شاهي صيني درجة أولى، عندنا أنواع كثيرة منها الواحة، القافلة، أجواد، تينيري. طبعا كلمة تينيري هذا جاية من الجنوب لأن طوارق أمازيغ طوارق يقولوا لها تينيري، تينيري معناها الصحراء باللغة العربية، وعندنا أجواد والقافلة والواحة والفخامة والفاخر، وعندنا الدرجة الثانية اللي هو الشعبي نابت الجوهر المذاق، والحمد لله يعني احنا منتجاتنا احنا ما نتكلموش عليها، الناس تتكلم عليها وتجي تذوق، والحمد لله الحقيقة ان ماشي أمورنا الحمد لله، بارك الله فيكم وصحيتي ومشكورين حتى أنتم وربي عونكم. والله احنا اول مرة نشاركوا فيه المعرض، والمعرض الثاني لليبيا فود، في الاول كنا متخوفين شوية هيك مش حاجة جديدة، وما لكن نشاركنا لقينا رواحنا من أسرة واحدة ومتفاهمين، وهم الحمد لله تنظيم على أعلى مستوى، ومعرض رائع، والناس تتعرف بعضها والشركات تتعرف على بعضها، والليبيين يعرف المنتج، في اللي يشوفه ما يعرفاش منين المنتج، شن قصة المنتج هذا، علاش هيك علاش هيك، انت تعرف ان تعرف الناس بالمنتج متاعك وتزيد تطمنهم اكثر انهم يجربوه يعني. هادي مسعود عون مندوب شركة الندى. بالنسبة لشركة الندى اليوم شبحناها تشارك في معرض طرابلس الدولي الخاص بليبيا فود الخاص بالغذاء عموما، احكي لنا على المشاركة متاعكم، كيف شبحتوا إقبال الناس على المعرض؟ نحن شركة الندى اللي هي تعتبر شركة الزهرة، تأسست سنة 2002 ومع تطور الصناعة في المشروبات والمية المعدنية قمنا باستحداث مصنع الندى لصناعة المشروبات، وهو ما يخص
مية الشعير بنكهات وبتري سودا ومية الندى اللي هي نص لتر ومية أكواب الزهرة. احنا نعتبر من الشركات المصنعة المحلية ونحن قادمون على إنتاج أكثر وبذل جهد أكثر لإنتاج المشروبات المحلية، وإحنا شركة مصنعة محلية. نرى أن في بعض الشركات اللي هي شركات موردة وتعتبر غير إنتاج محلي، ولكن نحن شركة محلية تنتج في إنتاج محلي بالكامل. الشركة لديها عناصر وكوادر ليبية بامتياز، ونحن نسعى دائما لبذل الجهد أكثر والعطاء أكثر في إنتاج المشروبات الجيدة. ونرى أن إقبال المواطنين وزوار المعرض أن إقبال جيد جدا وفي بعض الأحيان ممتاز. الإقبال على المشروبات بالنسبة لنا إحنا كشركة الندى وشركة الزهرة يعتبر الإقبال جيد جدا. اسمي أريج بغرارة، نائب مدير عام بشركة اتحاد المحترفين لمكافحة الآفات. احنا مجالنا مكافحة آفات الصحة العامة من قوارض وصراصير وذباب وبعوض ونمل. الفكرة ان هذه القوارض سبب رئيسي او ناقل لبعض الأمراض التي تصيب الإنسان. طبعا فكرة المعرض في الغذاء، القوارض زي الإنسان تبحث عن الغذاء، فمخازن موردي الأغذية والخطوط إنتاج مصنعي الأغذية هذه هدف مباشر للأفات بالأخص القوارض. وطبعا إحنا نحمو مصنع الأغذية أوكي من تلف المنتج بتاعه أو تلف شبكات الكهرباء وخطوط الإمداد أو فساد السمعة، لأن نحن عارفين لما تشري منتج تلقاه تعبان معناها هو الشركة هذه ما تنفعش تجيب في بضاعة تعبانة، بينما هي مرات القارض خش لا جديد. حاجة تانية، نحن نحمو في المستهلك بطريقة هو ممكن ما يشوفهاش. أنا نحمي فيه أني نحافظ على جودة المنتج، سلامة المصنعي الصنف دايا من الأغذية. أنا الصادق محمد الشلي من طرابلس. إحنا الشركة شركة درة لصناعة المواد الغذائية. إحنا نصنع طبعاً الحلوى الشامية والطحينية من عام 2008 تقريباً. طيب، ليبيا فود هو المعرض الثاني المقام بطرابلس، معرض طرابلس الدولي. كيف شفتوا هذا المعرض والزخم اللي فيه والشركات المنافسة اللي شاركت من البرة والداخل؟ ما شاء الله فعاليات المعرض كويسة وممتازة، ومشاركتنا احنا بسيطة متواضعة، لكن إن شاء الله في المستقبل حيكون مشاركتنا أكبر بكثير يعني إن شاء الله. والله يعني عجبنا كثير، او يعني ان شاء الله مره ثانيه كمان بنجي. عجبنا تمام. شنو النشاط اللي تمارس فيه الشركه بتاعكم؟ احنا نبيع بضاعات يعني عالمي. انتم استيراد وتصدير؟ استيراد وتصدير طبعا، وحتى يعني في عندنا تقريبا 5000 نوع كله عالم منتجات موجوده عندنا. طيب، كيف شفتم البيئة الليبية اقتصاديا؟ هل تشجع لمشاركة شركات تركية؟ انتم شركة تركية وشركات اجنبية في ليبيا، يعني يقبلون تركيا كويس يعني الحين يمشي كويسة ان شاء الله. وطن امني كويس وساعد طبعا، يعني وطن امني صح ايه. طيب، شيء ثاني بالنسبة للمنافسة الموجودة في معرض طرابلس الدولي بين الشركات، كيف شفت المنافسة؟ قوية مش قوية في شركات أخرى؟ نوع المنافسة شو رأيك فيها؟ قوية طبعا، يعني قوية، شفناها قوية عشان هيك جينا على المعرض، جينا نتعرف أفضل أكثر
ونشتغل مع بعض يعني أفضل يعني. والله شو بنقول لك، المعرض اللي نشوف فيه نقله يعني جيده في لانعاش الاقتصاد الليبي بالذات في هذه الظروف، ان فيه بالذات تو في الدوره الاخيره يعني فيه تطور، في شركات اجنبيه مشاركه، في شركات وطنيه، شركات خاصه، نشوف في منتجات متنوعه، في يعني نشوفها نقله جيده جدا وتشجيع للاستثمار الخارجي والشباب الليبي والشركات المحليه. فنين يعني عجبني جدا المعرض، منظم، الاستقبال جيد، الاداره جيده، يعني كويس وخطوه للامام يعني. محمد عمر قرواش، رئيس مجلس اداره الشركه الدوليه للمعارض والمؤتمرات المنظمه لمعرض ليبيا الدولي للغذاء. المعرض الاول اقيم في بنغازي في سنه 2014، والمعرض اقيم في طرابلس، الدوره الثانيه قمناها في طرابلس. طبعا في فرق في المعرض حقيقه. المعرض في طرابلس اكثر دول، يعني كان المشاركين في بنغازي 3 دول، الان مشاركين 9 دول. الدول ايطاليا، تركيا، اوكرانيا، اليونان، سريلانكا، تونس، الجزائر، المغرب، هذه كلها مشاركات يعني، بالاضافه لليبيا، بالاضافه للعارضين المحليين. طبعا هو مشاركات محليه ودوليه. المعرض المساحه اللي مقام عليها المعرض حوالي في 4500 متر. طبعا المعرض يحتوي المنتجات الغذائيه. طب وتم افتتاحه يوم 4/3 ل7/3، بكره ان شاء الله. المعرض كان فيه سحب امس، حوالي 12 شركه عندها سحب. اليوم بادي السحب، مش عارف كم شركه. الاقبال رهيب، الاقبال لغايه الساعة 5 كان 12500 زائر. اقبال كبير جدا، هذا من غير اللي دخلوا من غير كروت، هذا المحسوب والمعبل. امس كان حوالي 10000، اليوم الاول كان 2500، اليوم ممكن الان وصل عند 15000 زائر. طبعا الافتتاح كان بحضور دبلوماسي قوي، 10 دول. طبعا تعرف معرض هي جسر تواصل ما بين المهتمين بالمواد كمعرض غذاء، المهتمين بمواد غذائية والعالم الخارجي. رقم 2، الإضافة حتى لرجل الشارع يكتسب ثقافة، لأن ثقافة حيطلع على المنتجات، حيطلع على التحديد في المواد الغذائية، حيطلع حتى في بعض العلاج كيف يعني البساطة في التشغيل، يعني فيها ثقافة للشخص الشارع، وفيها في نفس الوقت جسر تواصل، لأن الشخص المورد أو المصنع أو المصنع اللي بيحتاج مواد أولية يبقى المعارض أسهل له من أن يسافر وكذا وبيخسر وبدي، لما يجينا الأشياء تجي هنا على عين المكان، طبعا فيها تسهيل كبير ليه. في نفس الوقت نقل التكنولوجيا صعبة أنك أنت بتزور وكذا، نقل التكنولوجيا يجيك لعندك كتالوجات عن طريق مثلا تشغيل آلة قدامك تفهمها. بعدين احنا بنهتموا به، شنو هو في ان شاء الله عندنا المعارض الجايه، بنهتموا بالتعبئه والتغليف لان محتاجينها في ليبيا، بنهتموا بعمليه المصانع الصغيره الـ 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 العائليه اللي نقولها عائليه. ليه